ديالي كنقول حاجه كنشكر المنظمين ولاكاب على الاستضافه وعلى الانتقاد ديالي كان ممكن نبدا شي ماشي واحد اللي كنقول ولكن عندنا الحمد لله التاريخ ديالنا التاريخ كره القدم المغربي عطات عده ماتشات وكان عندي الاحترام ليه هي الاحترام ديما عايشين على الكوب ديال المسيره ديال المغرب الوطني في الكوب ديال المغرب الان تخلى الكوب افريقيا خصنا نكونوا مستعدين او مستعدين باش ناخذوا المغرب ونسمعوا المقابله على خير علاش ولا علاش ولا واخا تسنى ما علاش ما نكونوا عندنا شي اللي غادي ان شاء الله يقول الكلمه ديالو الحدود ديالنا ان شاء الله خصنا نكونوا حنا الحدود ديالنا هي الحدود ديالنا هي خصنا ناخذوا شاك ماتش خصنا الفوق جاري شاك ماتش باش نربحوا ان شاء الله اما الحضور هذا ما كنامنش بالحضور كنقول بان الحدود في 65 هذه واحد لانفيتاسيون من هاد لاكاب بالنسبه ل كيقولوا اساطير فرنسيين اساطير ما كنقولش اساطير لان في المغرب كاين اساطير اللي كانوا قبل مني وانا من المحظوظين اللي كاين هنا اما كانوا يكونوا لي زيك جوور اللي كنحترمهم وكنقول بانهم تما كانوا خصو يكونوا هنا الثقه بان عند الجميع المؤهلات ان شاء الله باش يفوز بكاس